السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج فكرة ومشروع. نذكركم بأن بإمكانكم إرسال مقترحاتكم وأفكاركم على هاشتاغ فكرة ومشروع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكتارة، ويمكنكم المشاركة والربح من خلال الرابط الموجود في المحادثات الخاصة بزوم، علما بأن آخر موعد لتلقي الأجوبة هو الساعة 10 من مساء غدا الخميس، وراح نعلن عن الفائز الحلقة السابقة قبل ما نتوجه لأسئلة الجمهور لحلقة اليوم. وما زلنا نستقبل تفاعلكم واقتراحاتكم على هاشتاغ فكرة ومشروع. نبدأ حلقة اليوم مع ستور تغني اقتحم السوق القطري عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وبدأ بحساب لنشر الأخبار التقنية والرد على استفسارات المتابعين لأهم وأفضل التقنيات والأجهزة التقنية الحديثة. وبعد فترة طويلة زاد عدد المتابعين فخرج لنا بفكرة نولوجي ستور. نرحب بالمؤسس الشريك لمشروع نولوجي ستور السيد فيصل عبد الله الهيثمي. حياك الله أخي فيصل معنا في فكرة ومشروع. الله يحييك أخي محمد ويعطيكم العافية على الاستضافة، وطبعا نشكر بنك التنمية وكتارة على هذا البرنامج. حياك الله أخي فيصل. خلنا نبدأ اليوم معاك بالسيرة الذاتية الخاصة بفيصل هيثمي. أخوكم فيصل عبد الله هيثمي، يعني عندي باكنجراوند اي تي طبعا من مدرسة قطر التقنية تخصص اي تي، بتخرج من كلية الأدب العلوم قسم الإعلام تخصص اتصال استراتيجي. الحين أنا أكمل ماستر جامعة أحمد بن خليفة تخصص العلوم الرقمية. ما شاء الله. يعني كنت بدأت في الاي تي في الثانوية العامة وحولت بعدين على اي طبعا انا كنت حاب في البداية اروح انا اكمل اي تي، بس انه لسبب الاسباب ان شغف الاي تي عندي انا اقل بشكل كبير من ناحية مهنية، فاخترت المجال الاعلامي اكثر لسبب ان انا يعني كان عندي حب في موضوع التسويق الرقمي والاعلام الرقمي بشكل عام. فلهذا الشيء انا عقب دخلت شو اسمه تخصص الاتصال الاستراتيجي في قسم الاعلام جامعة قطر. شو اسمه اشتغلت انا اول، طبعا اول شغل لي كان في قطر 2012، جيت معاهم مسيرة مهنية في 2012، واليوم انا طبعا في هاي الفترة هذه اسست انا التواصل الاتصال شو اسمه شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها حق الحيط الثقافي قطر. عقبها انتقلت لقطر للمشاريع، ومن قطر المشاريع انتقلت لوزارة التجارة والصناعة اللي الحين انا ماسك فيها التصرف. يعني ما زلت في نفس مجال عملك، ما غيرت يعني نفس مجال التخصص في عملك، ما غيرت ولا توجهت للاي تي؟ اي نعم، لا ولا ناوي ان ارجع للاي تي نهائيا يعني. لا بس ما شاء الله عليك، حتى دخلت في مشروعك، مشروع اصلا يخص الاي تي في النهايه. زين، لو تحدثنا عن مشروع ستور نولوجي او نولوجي ستور، من وين جاتك الفكره وكيف بديت؟ زين، نولوجي ستور كمشروع جاء من احنا تعرف قطر نولوجي كحساب بدا فيه اخوي محمد، كان الهدف فيه توعيه الجمهور عن الامور الخاصه بالامور التقنيه وغيرها من الامور هذه. يعني كان محمد يعني بينزل عن منتجات ذكيه ومنتجات جديده او مبتكره في نزلت او راح تنزل. عقب فتره بسيطه شاف انه والله ان الناس قاموا يطلبون منه من وين نشتري هالمنتج، من وين نشتري هالمنتج وبهالطريقه هذه. فعقب قال لا خلينا نسوي ستور، زين بما ان هاي المنتجات عليها طلب. زين، وهاي استراتيجيه يسمونها الكراود سورسنج. يعني انت الحين لما تبي تقيم منتج معين او تبي تقيم شيء معين او فكره معينه تاخذ راي الجمهور. كان جدا يتفاعل مع هذه التغريدات المتعلقه بالمنتجات المبتكره هذه، فقرر طبعا انه لا خلينا نفتح ستور. بدا الستور بخمس منتجات بس، متخيل معي خمس منتجات. احنا كلمك الحين احنا نتكلم عن اكثر من 1200 منتج موجود الحين عندنا في الستور.
بس انت بديت بخمس منتجات من خلال الستور، بس ايش اللي خلاك ايش اللي خلاك تروح تفكر انك تفتح متجر الكتروني بدل ما تفتح محل، محل عادي في شارع شارع الشوارع اللي شارع المحلات التجاريه العاديه؟ انزين هني 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 اصلا حبكه الموضوع اساسا. يعني الفكره كانت في البدايه ان نحن إن كان على اساس انه بيصير محل، ان ابو حمد كان بيصير محل زين، وانا كانت عندي فكره المتجر الالكتروني، فاحنا دمجنا الفكرتين مع بعض زين، انه والله متجر الكتروني ومحل، فدمجناه وطلعنا بنولج ستور اللي هو انت قاعد تشوفونه الحين. طبعا نولج ستور مر على اكثر من مرحله الصراحه، يعني اكثر من مرحله. كانت اول مرحله اللي هي مرحله السوشيال ميديا، كانت بس فقط حساب على الانستغرام، حساب على تويتر، وبعدين صار في انطلاقه جديده اللي هو عن طريق الموقع، وضفنا له الابلكيشن. ويعني فمن هاي من هاي المرحله، طبعا هاي اللي انت قاعد تشوفونه الحين هذا الفيرجن الاول للموقع. طبعا هذا الفيرجن الحالي اللي احنا ان شاء الله راح نطلق موقع جديد. طبعا هاي يعني شيء حصري للبرنامج، ان احنا ان شاء الله قريب راح نطلق موقع جديد. راح تحسينات كبيره وفي خواص جديده ان شاء الله كثيره راح تكون موجوده بالنام. فهاي كانت انطلاقه جديده للموقع للمتجر او الشركه. ومن بعدها انتقلنا ل كابلكيشن، وضفنا خدمات جديده مثل خدمه البطاقات الالكترونيه وغيرها اللي ساعدتنا ان احنا ننمو بسرعه. طبعا واحدة من الأشياء اللي إحنا بعد أطلقناها اللي هي خدمة الصيانة مثلاً اللي تشوفونها كبنر. هذه الخدمة يعني ساعدتنا بشكل كبير إن إحنا ننمو ويصير عندنا نمو جيد في الشركة. إنزين إحنا نلاحظ إن الحين انتشر موضوع المتاجر الإلكترونية الخاصة ببيع الأجهزة، بيع الأجهزة التقنية، بيع أو توفير خدمات الصيانة من خلال توفير سيارات أو الوصول لمنازل العملاء وصيانة أجهزتهم، خاصة لو كانت هواتف ذكية، لو كانت حتى لابتوبات. في عندك منافسين في السوق، لأن يعني أنت مو بروحك. إيش اللي يميز نولج ستور عن باقي المنافسين في السوق؟ مرطان محمد سؤالك ولا كمل الصوت؟ أوكي ممكن أوكي السؤال اللي يسلمك، السؤال اللي يسلمك شو اللي يميز نولج ستور عن باقي المواقع اللي توفر نفس خدمة الصيانة وبيع الأجهزة التقنية والإكسسوارات؟ اسمح لي محمد لو تعيد مرة ثانية السؤال. واضح؟ لا سؤال هاي صوت قطع لو تعيد. أوكي ما هي المميزات في نولج ستور عن باقي ما هي مرة ثانية ما هي المميزات؟ تسمع صوتي واضح؟ إيه الحين أقدر أسمع. حلو، ما هي المميزات في نولج ستور عن باقي المواقع اللي توفر خدمة الصيانة وبيع الأجهزة التقنية والإكسسوارات؟ شو اللي يميز نولج ستور عن باقي المواقع التقنية؟ إنزين أنت إحنا نتكلم عن منتجات الصيانة ولا فقط صيانة؟ الاثنين كشركة ستور نولج ستور كشركة، شو اللي يميزها مع الشركات المنافسة في السوق المحلي؟ تمام. إحنا شوف إحنا كنولج ستور احنا دائما لما نطلق اي خدمه لازم نركز ان هالخدمه تكون خدمه مبتكره او خدمه بطريقه جديده، ما تكون بالطريقه اللي يعني يا ان احنا ندخل ننافس بشكل جديد او ما ننافس فيها اساسا. يعني هاي احنا عندنا مثل المعتقد ان احنا يا ان ندخل بشكل جديد بشكل جيد او احنا نكتفي باللي احنا. فلهذا الشيء يعطيك مثلا قررنا ان نسوي خدمه الصيانه زين، قلنا احنا راح نسوي خدمه الصيانه بشكل مبتكر. شلون بشكل مبتكر؟ ان احنا لا احنا بنخلي خدمه الصيانه منزليه. في خدمات الصيانه منزليه شنو الشيء اللي تقرينها؟ الصيانه تصير بشكل تام، الصيانه السياره اللي تروح للعميل. يعني ممكن العميل يقول حق الفني سوي الصيانة في السيارة عندك، لا تفهم عندنا إن يحبون أحد غريب يدخل عليهم. هاي بخصوص الصيانة. عندك مثلاً عندك المنتجات، إحنا المنتجات دائماً منهون
حين تكون منتجات مبتكرة، منتجات جودة عالية، تمر بمراحل كثيرة قبل ما يتم عرضها بال... الستاندرز اللي احنا نمشي فيها، بحيث ان من... ذكي. وهذا الشيء اللي احنا دائما نحاول نوصل للناس، ان احنا المنتجات اللي نوفرها غالبا ما تكون منتجات ذكيه، منتجات تساعد الناس في اللي احنا اخوي فيصل الصوت عندك يقطع، او اذا بس تتاكد عندك الانترنت في الكمبيوتر شابك عدل ولا في مشكله في التغطيه. انا الجمهور المتابعين يكتبون ان في مشكله في من خلال تواصلك عن طريق الفيديو، والصوت يقطع عندهم. فيصل الصوت يقطع، بس الصوت عندك مو واضح. الصوت ترى الحين السؤال اللي سالتك اياه ترى يعني 50% مقطع. اتاكد من عندي انا، يعني يبين عندك الناس تتابعك ف يكتبون ان الصوت عندك يقطع، مو بس انا بروحي، حتى هم يعني. انزين، لان انت عندي انا الإشارة عندك قوية صح؟ الإشارة. إذا خلني بغير عندي. محمد تسمعني الحين؟ أسمعك تمام؟ أسمعك لكن حتى الفيديو عندك شوي، لكن أسمعك. تكلم إذا بس تقدر تعيد لنا جواب السؤال الأخير. إنزين الحين واضح صوت محمد أكيد؟ إي واضح الحين، واضح. إنزين لا دقيقة خلني أحاول أشبك مرة ثانية. أعطوني شوي بس. معك أنت بارك. طبعا احنا نذكركم ان نستقبل، ما زلنا نستقبل تفاعلكم واقتراحاتكم على هاشتاج. انزين الحين شلون اخوي فيصل ما زال عندك يقطع شوي. ونذكركم على ان السؤال للحلقه الثالثه موجود في الزوم، على شات الزوم ممكن تجاوبون على السؤال، وان شاء الله بكره راح تكون راح يكون اخر يوم لاستقبال جواب السؤال لحلقه اليوم، بكره الساعه 10 مساء يوم الخميس باذن الله. ونبيكم بعد تتواصلون مع ربعكم اهلكم لمتابعه البرنامج، او لكل شخص مهتم في انشاء اي مشروع تقني أو مشروع خاص يخدم المجتمع ويخدم فيها التجار، ويبي يما بدأ فيها أو يبي يبتدي فيها أو يبي يتعلم شلون يبتدي لعمل أي مشروع كان في باله. معظم الناس تسأل نفسها إذا عنده مبلغ مالي شلون يبدأ مشروعه، كيف يخطط حق مشروعه. معظم الناس تسأل إذا ما عنده شلون، إذا ما عنده مبلغ مالي من وين يوفر المبلغ المالي، أو من وين يجيب الفكرة، فكرة المشروع شلون يبتدي فيها. فاحنا الهدف من هالبرنامج انك تتعلمون وتتعرفون على اصحاب المشاريع وتاخذون منهم خبراتهم وتفهمون منهم شلون بداوا حياتهم العمليه في انشاء المشاريع. ولا تنسون كل مشروع مو بالشرط يكون مشروع ناجح يخسر، لكن من هالخساره يتعلم منها صاحب المشروع ويرجع مره ثانيه باقوى وبفكره افضل واحسن. اخوي فيصل حياك الله، شلون الحين؟ سمعنا صوتك الله يجزاك خير. أمور طيبة الحين؟ تسمعني عدل؟ نعم شباب تسمعونا؟ اللي يسمعه بس يحط يرد علينا في الشات. تمام. أوكي حلو.
ممتاز. زين السؤال الاخير، لكن السؤال اللي جاوبت عليه لكن ما سمعنا، كان في تقطيع صراحه، بس على السريع اذا ترد علينا، ما هي المميزات الخاصه بمنولوج ستور عن باقي المواقع والمنصات الثانيه اللي توفر نفس خدمه منولوج ستور مثل الصيانه وبيع اجهزه تقنيه والاكسسوارات؟ اذا احنا الله يسلمك، احنا كل مثل ما قلت يعني اذا سمعتوا جوابي، ان احنا اي خدمه نوفرها يا انها خدمه تكون بشكل جديد في السوق، او احنا ما نقدمها اساسا. يعني هاي من الاشياء اللي احنا دائما نحرص فيها. احنا عمرنا ما نسخنا فكره من مكان، او ان احنا اقتبسنا. اوكي ممكن ناخذ من افكار خارجيه برا قطر، بس ان داخل قطر احنا عمرنا ما خذينا فكره وطبقناها بحذافيرنا. احنا ممكن ناخذ فكره ونطبقها بطريقتنا الخاصه. مثلا عندك الصيانه، احنا لما جينا احنا جينا دائما طلبات، وشون احنا جاءتنا اصلا اساسا فكره الصيانه، كان جينا طلبات احنا على الخاص، تصلحون تليفونات تصلحون تليفونات. فاحنا لقينا والله ان في بوتنشل في هاي الجانب، ان احنا نصلح تليفونات في البيت مثلا، ولكن هل احنا نسويها بالطريقه اللي الناس تسويها او الشركات الحاليه تسويها، ان تروح البيت تدخل داخل الميكس تصلح، او نسويها بطريقتنا الخاصه اللي احنا اطلبناها، ان السياره تروح لين العميل وفي ورشه متنقله داخل السياره، بحيث ان العميل يقدر يعطي الفني التليفون ويصلحه داخل السياره بدون ما الفني يدخل داخل البيت. المنتجات اللي احنا نعرضها في نولج ستور غالبا ما تكون منتجات مبتكره، يعني احنا نركز اكثر شيء على المنتجات الذكيه، وهذا التركيز مالنا. ان احنا اوكي احنا عندنا منتجات الكترونيه مختلفه، في منتجات متوفره في قطر كلها، بس يعني نحاول ان احنا دائما نجيب منتجات مو موجوده في قطر، منتجات مبتكره ذكيه نضيف على حياه الشخص اليوميه، ان تساعده في حياته، تسهل عليه بعض الامور وكذي. خدمه البطاقات مثلا، خدمه البطاقات الالكترونيه هي خدمه موجوده، وموجوده في اغلب المحلات. لو تروح لاي محل تطلب منه بطاقه الكترونيه موجوده، حتى يمكن تحصل بالتكامل. ولكن احنا سوينا، احنا سوينا خدمه جديده، ان انت تطلب الكرت ويجيك يوصل لك الكود مباشره في نفس اللحظه. وهاي النقله النوعيه اللي سببتها الخدمه في قطر، وفي وايد منافسين حاولوا ينسخون هالفكره بس ما قدروا. زين منافسين محليين ولا منافسين برا قطر؟ محلي. فالفكره هي كالتالي، ان احنا دائما دائما احنا متقدمين خطوه عن الباقيين، لان احنا دائما نفكر خارج الصندوق على قولتهم. يعني احنا دائما نشوف والله شنو الطريقه الاسهل. احنا انا بسوي خدمه بطاقات، زين بعدين شنو اللي بيفرق عن الباقيين؟ ان احنا والله نسوي خدمه تسهل على الناس، ان انا اطلب بطاقه الحين ادفع يوصلني الكود مباشره على الايميل ولا على الاب ولا عن طريق الحساب الخاص. انا لاحظت ان عندك انت اجهزه يعني المعروضه محدده، بس تقييمها تكون تقييم عالي. كيف يتم التقييم، تقييم الاجهزه اللي تبيعها عن طريق منصه نولج ستور؟ تقييمنا احنا كاداره ولا تقييم الجمهور؟ احنا شوف احنا عندنا نوعين من التقييم. في تقييم اللي هو مقابل العرض المنتج، اللي هو يصير عن طريقنا احنا. زين انا دائما يكون عندي منتجات توصلني ما نعرضها الا بعد ما نجربها، وهاي ايش كثر احنا منتجاتنا نرجعها على طول حق الوكاله. يعني احنا جينا احيانا مثلا وكيل منتج معين او شركه معينه يرسل لنا يقول انا ابي اعرض هالمنتجات عندكم في الموقع. احنا ما نروح ناخذ المنتج على طول في الموقع، لا، نقول عطنا حبه من كل منتج من المنتجات اللي عندك نجربها. انا واحد انا اجربه، مثل فلان يجرب، يعني نحاول نجربها، نسوي تست للمنتج، اذا تمام نعرضه في الموقع. زين وفي منتجات احنا ما نجربها، يكون عليها تقييم الجمهور على الانترنت، يكون التقييم عالي، فما نحتاج ان احنا نجرب المنتج. يعني مثلا نعطيك مثال، يعني ايفون، بتجرب ايفون؟ يعني ايفون معروف استخدامه، معروف الجوال اي شيء. هذا كمثال. بس في مشكله عند بعدين تقييم الجمهور. ايوه تقييم الجمهور هذا اللي بعد ما مثلا شخص يستخدم المنتج الفلاني يروح يقيم المنتج، يدخل صفحه المنتج ويقيمه بنفسه حق باقي الناس، ان الناس الباقيين يشوفون تقييمه قبل ما يشتروا. حلو. لكن انت تدري عندك جمهور مختلف شوي، الجمهور يمكن ما عنده خبره في التكنولوجيا، في التقنيات الموجوده في السوق، ممكن يحتاج تقنيه معينه مثل الوايرلس والراوتر، وفي اجهزه مختلفه يعني في عالم الراوترات، في اجهزه تدعم اللي تعمل اكسباند حق الراوتر، وفي اجهزه تختص ان تعطي راوتر انترنت. فالناس او الشخص العادي ممكن ما يعرف، يشتري من عندك شغله
يمكن هو عنده راوتر في البيت لكن يبي يسوي اكسباند حق الراوتر او حق البث مال الخاص بالوايرلس فيبي اكستندر. فهو ما يعرف في النهايه كيوزر عادي ما يعرف شنو اكستندر وما يعرف شنو راوتر. صحيح. لما يدخل انا واجهتني هالمشاكل مع انا عندي يعني الباك جراوند مالي بد اي تي فلما ابيع شغلات خاصه بالتكنولوجيا خاصه خصوصا في الراوترات فبيع راوتر يجيني يرجع لي يقول لي لا انا ابي اكستندر او ابي شيء حق البث ما ابغى راوتر ثاني في البيت. فاقول له انت ليش شريت هاي؟ فادري انه عنده ما عنده خلفيه للاجهزه خصوصا الاجهزه التقنيه. انت كيف تتاكد ان موقعك كمنصه بيع توضح الاشياء للجمهور؟ زين هذا يصير عن طريق الشرح. زين طبعا احنا شرح دائما نحط شرح يعني يكون بابسط طريقه ممكنه واسهل شيء ويكون يحتوي جميع المعلومات المهمه. تمام. في شرح المنتج. في طريقة ثانية اللي هو الدعم الفني أو خدمة العملاء اللي إحنا عندنا. إحنا فريق كامل في الشركة يخدم العملاء في هالناحية. يعني إحنا كثير استفسارات توصلنا أنا والله عندي مشكلة في النت شنو هاي نعطي والله نقول له هاي نصحك بهاي المنتج نصحك بهذا الراوتر أو نصحك بهذا الراوتر وتأخذ معاه هذا الإكستندر أو نصحك مثلاً بهذا الراوتر اللي جينا أوردي جي معاه إكستندر. فحق شنو استخدامك؟ والله يرد علينا والله أنا استخدامي حق جيمينج مثلاً والله هذا نصحك بهذا الراوتر. وبالطريقة هذه يعني احنا خدمة العملاء موجودة اساسا للرد على هذه الاستفسارات هذه. لان مو كل الناس مثل ما انت ذكرت عندها خلفية بالمنتجات هذه لانها راوتر في الاخير انا اعرف شيء اسمه راوتر ما اعرف المواصفات يعني. فاحنا هني دورنا احنا نسهل على الناس ونجاوبهم بافضل طريقة يعني. زين اخوي فيصل نرجع حق المشروع وادارتك للمشاريع. شن هي العوامل اللي ساعدت فيصل في انشاء مشروع نجي ستور؟ والله شوف العوامل تختلف مع اختلاف الوقت يعني بس ممكن انا اقول لك ان ممكن اقول لك الشغف مثلا كعنصر اساسي. احنا يعني الى فتره بسيطه واحد زين ما كنا احنا كاصحاب مشروع انا وشركائي كلنا ما كنا ندخل او ناخذ ارباح لنا نهائيا. اللي خلانا نستمر ان احنا متاكدين ان هذا مشروع ناجح وهذا مشروع راح يكبر اكثر. عشان كذا احنا كنا لما كل ارباحنا ترجع للشركه ونكبرها. يعني احنا ما قدرنا نوصل ل 1200 منتج حاليا الا ان احنا كنا نعيد استثمار المبالغ اللي تخلينا باستمرار. فهذا الشيء ساعد ان احنا نكبر مع ان احنا صلنا تقريبا الحين اكثر من سنتين يعني شغالين بدون واحنا شغالين نفسنا. يعني احنا مو بدنا والله احنا جايبين ناس يشتغلوا مكاننا لا احنا شغالين نفسنا في شركه احنا حاطين وقت كبير في شركه ان احنا نطورها. حلو. فهاي اشوفه كعنصر اساسي هو الشيء اللي خلانا نكبر من ناحيه ثقتنا بالمشروع. وثاني شغله فريق العمل. فريق العمل يعني احنا كتيم او مؤسسين الشركه او كاصحاب الشركه احنا كلنا قاعدين نشتغل في الشركه كلنا مو بدون استثناء كلنا قاعدين نشتغل في الشركه كلنا في نثق بعض كلنا نشتغل بشكل جماعي. هذا الشيء اللي خلانا ناسس الشركه هاي انا اشوفه يمكن العامل الاكبر اللي خلانا احنا ناسس الشركه وتنجح بالطريقه. يعني العامل الرئيسي كان ان انتم قايمين بالمشروع اصحاب المشروع قايمين بالمشروع نفسه هاي اول شيء نبغى الناس تسمع بتاخذ يعني لا احد يسوي مشروع ويعتمد على غيره لازم انت تؤمن بالمشروع وتقوم على المشروع بنفسك. صحيح. انزين اكيد في صعوبات واجهت نولج ستور طبيعي لاي مشروع انه يواجه صعوبات وتحديات في البدايه. كيف قدرت تسيطر وتنجح في مشروعك مثلا حد يعني مثلا اختيار المنصه في طريقه الترويج والتسويق للمشروع فكيف قدرت تتغلب على هذه الصعوبات اللي مرت عليكم؟ والله شوف يا محمد احنا نتكلم عن الصعوبات ما تخلص المشاكل ما تخلص يعني الى يومك هذه المشاكل تزيد ما تقل يعني كل ما زاد الشغل زادت المشاكل. ولكن الشيء اللي انا ممكن اقوله يعني اذا بنتكلم احنا عن الصعوبات احنا نتكلم عن في اشياء انت كصاحب شركه مو كل شيء تعرفه. يعني مثلا انا افهم بالتسويق اكثر مما افهم في الاوبريشن مثلا.
الاوبريشن له مجاله وله طريقته وله ناسه. من اكثر المشاكل اللي احنا واجهناها كانت هذه المشاكل تحديدا، المشاكل في اللوجيستكس والاوبريشن. ان احنا كل ما زادت كميه الطلبات عندنا كل ما توهقنا، ما نعرف شلون ندير الموضوع. لهذا الشيء احنا استعنا ببعض الناس اللي يساعدونا ان احنا نحط الاليه الصحيحه لهالموضوع. مثلا عندك مشاكل ماليه، يعني احيانا احنا يكون عندنا مثلا مشاكل ماليه، وهذا الشيء مع كل الشركات يصير. زين، ان احنا محتاجين سيوله نجيب فيها منتجات، محتاجين سيوله مثلا نطور في جانب معين في الشركه، ولكن دائما احنا ندور على حلول، نحط الحلول، نجيب الحلول هذه ان احنا نطبقها. من المشاكل مثلا اللي هو اعطيك مثال، يعني الحين عندك كورونا مثلا، يعني كورونا لما جانا احنا ما كنا حاطين في بالنا انه بيصير كميه طلب كبيره على 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 على, على النورجستر بشكل عام. يعني صار في كروت جدا كبير بسبب المحلات. إيه بالضبط، يعني على قولتهم يعني مصيبة تقوم عند قوم فائدة. فإحنا كان عندنا لنا فائدة، ولكن بالجهة المقابلة صار في طلب كبير على منتجات، صار في تواصل كبير. يعني إحنا قبل يعني ما راح أعطيك معدد معين من الطلبات، ولكن مثلا أعطيك مثال، أنت متعود على 10 طلبات في اليوم، متعود على 10 طلبات، السيستم مالك أنت مبني على 10 طلبات في اليوم. يوم ليلة العشر طلبات هذه صاروا 100 طلب، يعني تخيل معي انت شو ممكن يصير فيك؟ اكيد في تاخير. اخرت التوصيل، تلعوزنا مع العوالم، يانا شوي كلام يعني زين. ولكن الفكره شنو؟ الفكره ان احنا ما كنا حاطين سيستم دايناميك، يعني ما كان السيستم قابل لزياده الطلبات، السيستم قديم. ولكن الحين احنا الحمد لله تغيرنا، يعني الازمه هذه وايد أن يعني أقدر أقول لك نضجت، خلتنا ناضجين أكبر لطريقة إدارة المنتجات، إدارة الطلبات وغيرها. توسعتوا أكثر وصرتوا الحين وفرتوا الخدمات للجمهور بطريقة أسرع. طبعا، يعني سواء تغيرنا في آلية التوصيل، غيرنا في وايد أمور، عدلنا في وايد أمور على أساس أن إحنا نستوعب كمية الطلبات هذه. وهذا الشيء مش غلط، أن أنت لما تصير عندك أزمة معينة، زين، أنت شلون تقدر تدير الموضوع هذي؟ وهاي الشيء اللي لازم المشاهدين يعرفونه، أن أنت لا تتوقع أن كل شيء بيمشي لك عسل وكل شيء تمام وأمورك طيبة دائما. لا، بتجيك مثلا أزمة، يا هالأزمة تستفيد منها أو الأزمة تكسرك. في كل الحالتين أنت شلون تقدر تدير الموضوع؟ يعني أنت الأزمة هذه في محلات انضربت، زين، وفي محلات زين، او شركات مثل شركه نورجستور استفادت من هذه الازمه. واحنا شلون نقدر نستفيد منها؟ يعني اعطيك مثال، قطر لما صار الحصار عليها، اكتشفت قطر عيوب فيها، ان مثلا في منتجات ناقصه، منتجات مش موجوده في السوق، وقدرت انها تصنع مصانع ومبادرات تسوي الاكتفاء الذاتي في الالبان مثلا. نفس الشيء احنا كشركه، يعني انت الحين صارت عندك هذه الازمه، ايوه، شلون احنا الحمد لله استفدنا منها، طورنا وغيرنا وعدلنا في وايد امور في الشركه، كان احنا قاعدين نسوي شركه جديده اساسا. حلو، بس قدرت تتغلب خلال ازمه كورونا على عدد الطلبات اللي جاتكم من 10 ل 100، قدرت تتغلب على المشكله. اقدر اقول لك 60-70%، لازلنا يعني قاعدين نشتغل بكل جهودنا ان نحل، يعني نحل جميع المشاكل، يعني ان شاء الله. اهم شيء الجمهور، اهم شيء المتابعين، يعني لا تنسى. انا لهذا الشيء انا يعني احب، يعني اني يعني اذا كان في احد من المتابعين صارت معاه مشكله او صار في تاخير لطالب معين او شيء، انا اعتذر له شخصيا في هذا اللقاء، يعني ان هاي الامور تصير بدون قصد او بدون، لانه ما كان في بعض الانظمه ما كانت موجوده في من اول بدات الازمه، صارت في تاخير في كثير من الطلبات، ما كان عندنا سواقين يكفون توصيل الطلبات كلها. فصارت عندنا مشاكل كثيره للامانه، ولكن احنا نقدر نقول احنا اغلب هذه المشاكل، ونعتذر عن اي خطا صار خلال الفتره. خطا موجود يصير في اي مكان، لكن اهم شيء ان انت قدرت تتغلب على هالمشكله وتحلها بطريقه دبلوماسيه وطريقه بعد فنيه، خلال توفيرك على الاقل من 10-70%، عرفت تحل معظم المشاكل ذي. نروح على دراسة جدوى المشروع أو دراسة الجدوى بنفسها.
الخاصة بمشروع نرجي ستور، هل أنت قمت بنفسك أو مع الشركاء اللي معاك قمت بنفسكم بدراسة الجدوى أو اعتمدتوا على شركات خارجية؟ وهل درستوا السوق المحلي؟ لأن أكيد عندك منافسين محليين خصوصا عندهم محلات تجارية واللي عندهم أيضا منصات أو توصيل أو صيانة عن بعد. هل درست السوق؟ هل درست منافسينك في السوق؟ هل تعرفت عليهم؟ هل عرفت تغطي القاب اللي بين الكاستمر والتاجر من خلال دراسة الجدوى؟ انزين انا من الناس اللي ممكن هاي الكيو دي بي يزعلون مني، بكتلمية يزعلون مني اسمحوا لي. انا من الناس اللي لا اؤمن يعني بدراسات الجدوى. زين، لي المشاريع الصغيره، انا اتكلم للمشاريع الصغيره اللي ابتدت من الصفر. دراسات الجدوى يعني افضل، هي يعني انا اشوفها هي تنفع للمشاريع اللي تحتاج راس مال كبير، تحتاج يعني من الاخر راس مال كبير. ان انت تبي تعرف ان انا والله ما بحط مثلا انا اقول لك الحين بحط مثلا 400,000 500,000 نص مليون مشروع معين، شلون انا اقدر هل انا راح ارجع المبلغ هاي ولا لا، هل المشروع راح ينجح ولا لا، انا عشان اقلل الريسك علي اروح اسوي دراسه جدوى هذه. زين، انا بالنسبه لي كان الدستور انا ما عندي ريسك كبير، انا بديت مثل ما قلت لك بخمس منتجات. زين، هل خمس منتجات عرفتني والله قالت لي فيصل ترى هذا المشروع بينجح. كبر اكثر، عرفت؟ فانا في انا الطريقه اللي انا يعني اشوفها مناسبه افضل او افضل بألف مره من دراسه جدوى اللي راح تكلف مبالغ. زين، في حال انا مشروع يقبل الطريقه هذه، ان انت تبدا صغير، تبدا براس مال صغير. يعني انت بدل ما تدفع 50,000 او 30,000 عشان تسوي دراسه جدوى، هاي 30,000 او 50,000 حطها في المشروع اللي انت بتسويه، ابتدي صغير. زين، وشوف الامور شلون تمشي، مشت معك تمام كبر. خلاص انت هاي افضل من دراسه جدوى، يعني من ناحيه انك انت تعرف ان هذا المشروع راح ينجح ولا لا. يعني انت اعتمدت ان اذا كان راس المال صغير ما يحتاج دراسه جدوى. طبعا اذا انت راح تبتدي مثلا حساب انستغرام، يعني ما راح تسوي دراسه جدوى على حساب انستغرام صح ولا لا، ولكن اذا بتسوي مصنع لا روح سوي دراسه جدوى. فهمتك. عرفت؟ الجهه المقابله احنا ما دخلنا بعمانه، طبعا احنا اكيد درسنا المنافسين، درسنا الموجودين في السوق، شنو الاشياء اللي يعرضونها، شنو الاشياء التسعيره مالتهم شلون، شنو تركيزهم دائما، واخترنا احنا خطنا الخاص. زين، عشان كذا انا اقول لك احنا ركزنا على المنتجات المبتكره، لان احنا وقت ما احنا بدينا الناس لما تقول لهم منتج ذكي ما تعرف شنو معناته منتج ذكي. صح. ف ايش كان شيء جديد سمارت برودكت، شنو هاي، شلون يربط بالجوال، تستخدم التطبيق عن طريق تطبيق، ايش هاي المنتجات الغريبه هذه. فهاي اللي احنا بدينا فيه في السوق. احنا فضل من الله احنا اصلا اساسا كان فكرتنا ان الستور بكبره يكون اصلا منتجات ذكيه، بس عقب احنا شوي صرنا فليكسبل بالموضوع، ان لا حطينا منتجات ثانيه، اكسسوارات، منتجات، بس ولكن اهتمينا ان تكون هذه المنتجات جوده عاليه. الله عليك. فأكيد إحنا أصلاً غلط إن أنت ما تشوف المنافسين بالسوق، يعني حتى لو أنت مختلف عنهم، لا إحنا دائماً يفضل إنك تشوف المنافسين شنو يحطون شنو ما يحطون، يعني وبتشوف أشياء عجيبة. يعني مثلاً تجيب منتج ينجح عندك، تحصل هذاك المنافس الفلاني يجيبه وينزله بسعر أقل مثلاً، يحاول يضحك، فأنت تحاول هني شلون ترتب الأمور عندك. فإذا أنت ما تراقب منافسينك وتشوفهم شو يسوون في الأخير انت اللي تتاثر يعني. ولكن في موضوع دراسه جدوى، لا احنا ما سوينا دراسه جدوى، احنا دراستنا كانت المشروع بتطبيقنا للمشروع نفسه. وشنو يعني لك السوفتين؟ السوفتين شنو يعني لك السوفتين؟ هاي شو اسمه دوحه تستغل الحين عبر الناس الاي تي دائما يعرفون المكان عدل، يعني اذا محتاجين اجهزه كمبيوتر، اكسسوارات. السبتين اكثر وقت كنت اروح له ايام الثانويه، ايام الثانويه 2009 2008 في ذيك الايام، كنا لان كنت ادرس اي تي مثل ما قلت لك، فكان الاستاذ الله يذكره بالخير كان دائما يقول لنا ركبوا المذر بورد، ركبوا الكمبيوتر كامل، عرفت؟ الستورج، ايه، فكنا نشتري الكمبيوتر، فنروح نشتري رامات، نشتري البروسيسور، نشتري المذر بورد نفسه،
ونحاول نركب وكذي يعني. ف طبعا في الاخير ما اشتغل كمبيوتر. لا ما عرفت الشغله يشتغل. موضوع المنصات، انت طبعا تستخدم منصه من المنصات الخاصه بالمتاجر الالكترونيه، هل انت اكتشفت منصه جاهزه او برمجت المنصه الحاليه، برمجتها من زيرو من الصفر؟ لا طبعا يعني احنا اكيد استخدمنا منصه جاهزه يعني، وبالعكس يعني هاي الشيء الصح اساسا. انت لما تروح تنتو ولا شوبيفاي؟ موجودتو. وش معنى ما اخذت شوبيفاي؟ بقول لك الحين، شوف احنا الله يسلمك، احنا طبعا رحنا مع منصه جاهزه، وانا انصح دائما انك تروح مع منصه جاهزه، مش من الصح انك انت تروح تصنع الموضوع من الصفر يعني. لا يعني لا تبتكر شيء من البدايه، انت اوريدي عندك اشياء جاهزه اوريدي، استخدمها وطور اللي تبي فيها. هاي منصات جاهزه موجوده وتعبانين عليها الناس اللي اشتغلوا عليها. ليش احنا اخترنا ماجنتو عن شوبيفاي؟ لسبب واحد، ان احنا وقت ما احنا بدينا مشروع زين، ما كنا احنا صراحه نفكر بالتغييرات اللي احنا سويناها الحين. احنا الحين تقريبا موقعنا في وايد تغييرات، مثل التوصيل بطاقه الكترونيه بشكل مباشر، هاي صار فيها تطوير بشكل كبير، كستمايزيشن. لما احنا ابتدينا شوبيفاي ما كان يدعم وسائل الدفع مثل باي فورت وغيرها في حزتها تماما زين. هاي كان في 2016 2017، ما كان يدعم. فاحنا توجهنا لماجنتو، ان ماجنتو يدعم. هاي شيء السبب الوحيد في حزتها، ان احنا ليش اخترنا شوبيفاي عن ماجنتو. يعني في اكثر من منصه مرتبطه في متجر نورجي ستور. اي طبعا في منصات كثيره طبعا اكيد. الفكره ان شنو، الفكره ان شوبيفاي كمنصه ممتازه، هي وماجنتو يعتبرون هم التوب يعني حاليا، ولكن الفرق الرئيسي بينهم ان شوبيفاي ما يتقبل تغييرات بشكل كبير، ما يتقبل كستمايزيشن، التعديلات اللي انت بتسويها على الموقع ما يتقبل جميع التعديلات هذه. ولكن اذا الشخص يبي انه يسوي متجر بس يبيع منتجات، انا انصحه بشوبيفاي عن ماجنتو. ولكن اذا هو عنده تغييرات تعديلات صعب انها تصير في شوبيفاي، طبعا يتاكد من شوبيفاي في البدايه، اذا ما كان يصير لا يروح لماجنتو ويستخدم ماجنتو كخيار ثاني. حلو، يعني ننصح اي واحد بيسوي منصه تجاريه لازم يتاكد من منصه مناسبه اللي تنفع، اكيد يحط الاحتياجات زين، كل الاحتياجات اللي هو يبيها، وبعدها يتواصل مع مثلا شوبيفاي، شوف هل انت تطلبون هالاحتياجات كلها، هل في بيمنت جيت اواي. هاي من اهم الاشياء، طريقه البيمنت جيت اواي هي بس للمشاهدين، ان الاداء اللي يدفعون الجمهور عن طريق هلك، فهل هي تتقبل ما تتقبل؟ في حزتها ما كانت تتقبل، الحين لا، الحين يتقبل. انت استضافت عندك صالح المنصوري من فاتوره عندهم اوريدي، تقدر تربطها بشوبيفاي حاليا. هل انت ربطت المنصه مع فاتوره؟ احنا عندنا في نولج ستور. لا احنا ما نستخدم فاتوره، ولكن احنا سوري كبيمنت جيت واي ما نستخدم، ولكن احنا عملاء عند فاتوره يعني. احنا في بعض العملاء يواجهون صعوبه في الدفع اونلاين، فاحنا نرسل لهم لينك فاتوره انه يدفعون عن طريق. فاحنا عملاء عندهم يعني عند فاتوره. ليش ما ربطت منصه فاتوره مع منصه نولج ستور؟ هاي اسباب، لها اسباب كثيره يعني ما اقدر اذكرها لك الحين. اسباب فنيه ولا لا؟ مو اسباب فنيه، اسباب ماليه اكثر يعني. ان احنا جانا عرض افضل من ناحيه التسعيره على كل عمليه شراء، واحد من بنوك، من احد البنوك يعني، فاحنا قررنا نروح وياه. انزين، في الموقع، موقع نولجي ستور، ليش ما تتوفر خدمه المقارنه بين الاجهزه والتقييم؟ اوكي، المقارنه بين الاجهزه مش موجوده زين، ولكن احنا ولكن فكره ممتازه انه ممكن احنا نطبقها في الفيرجن الجديد من الموقع اللي شغالين عليه حاليا. هاي بخصوص المقارنه، التقييم موجود حاليا في الموقع، موجود اللي ما بعد البيع. ما بعد البيع يعني واحد يقدر يشتري، وبعد ما يشتري يدخل يقيم المنتج بنفسه. واذا حد واذا الشخص اشترى من عندكم، هل راح يجي له ايميل او رساله انه ممكن انه يقيم الشغله اللي شراها من عندكم؟ حاليا ما في، ولكن ان شاء الله في الموقع الجديد راح يكون في ايميل ان شاء الله، انه بعد 4 ايام من شراء المنتج راح يجي ايميل
يقول له انه قيم وراح ياخذ نقاط. يعني احنا في الموقع الجديد راح يكون عندنا سيستم النقاط ان شاء الله نجوم. هاي كلها حصريات لكم يعني كبرنامج يسمونها نقاط ولا نجوم؟ احنا سميناها لها اسم خاص ما احنا ما راح اقدر اقول لك يا حين يعني احرق كل شيء انا طبعا ما يفكم ان شاء الله انا احب اني كلام انت الله هذا لو نشب خلاف بينك وبين الزبون عن طريق المتجر شلون الزبون يقدر يقدم على طلب استرجاع المبلغ طلب تصليح العطل ان وجد خلال عمليه الشراء عن طريق موقع الريجستور؟ احنا عندنا خدمه العملاء طبعا كان على الايميل ولا كان على الواتساب ولا كان على الانستغرام مثلا او تويتر يتواصلون معنا واحنا نقوم بالواجب. يعني هاي يعني احنا عندنا في نولج ستور يعني محمد مهما اقول لك اهم شيء عندنا ما بعد البيع. يعني احنا عندنا خدمه احنا اغلب العملاء اللي يتعاملوا معنا يمكن صار عندهم حبوا نولج ستور لان احنا يقول لنا انا عندي مشكله في المنتج على طول ناخذ المنتج منه ونحاول نضبطه اذا ما صار فيه تعديل نعدله نرجع له المنتج الجديد على طول. فاحنا عندنا هالعمليه هذه جدا نهتم فيها خدمات ما بعد البيع نحاول نسهلها على العميل بكثر ما نقدر. وهل عندك الزبون ممكن يدفع عن طريق الاونلاين ولا يطلب منك ان تدفع كاش خلال تسليمه للمنتج؟ طبعا احنا عندنا اللي هو الدفع بالبطاقه وعندنا عن طريق الكاش ديليفري هاي موجود حاليا طبعا موجود موجود وان شاء الله باذن الله ان الموقع الجديد في وسيلتين دفع جدد راح يكونون ان شاء الله موجود في الموقع الجديد. بس في تخوف من معظم الناس ان او بعض الزباين ان يدفعون عن طريق البطاقات الائتمانيه، ايش رايك في ايش رايك فيهم يعني؟ طبعا 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 هاي في العالم كله مو بس هني يعني هاي كل العالم في ناس عندهم تخوف في البداية لأنه ما يعرف والله مثلاً إذا أول مرة يستخدم الموقع ما يعرف الموقع هاي سالفته يعني هل هو موقع آمن مش آمن. إحنا هني نجي دورنا كشركة إن إحنا نطمن الجمهور بأن الموقع هذه آمن الموقع ما في مشاكل وغيره. إحنا طبعاً إحنا كنوجستور إحنا نتبع إحنا ما نخزن بطاقات عندنا إحنا حتى أساساً الدفع ما يصير عندنا نهائياً الدفع يصير عن طريق ثيرد بارتي اللي هو ما راح أقول اسمه لكن اللي هو البيمنت جيت اواي يدخل عن طريق بطاقه ويدفع. فاحنا نهائيا ما نستلم اي معلومات بطاقه او حتى ما يصير عندنا اي عمليه دفع. احنا لما يجي حد يدفع يحول على موقع البيمنت جيت اواي يدفع ويرجع لنا مره ثانيه. حلو. فهاي نضمن ان احنا مهما يصير ما راح يكون في يعني اي تخوف من بوغ او سرقه او شيء. أخوي فيصل جزاك الله خير على هالمعلومات القيمة، لكن هل حصلت دعم من قبل الجهات الحكومية والخاصة لمشروعك؟ من أي جهة؟ إذن والله شوف هو الدعم يعني أقوى دعم إحنا جانا من الجمهور الصراحة يعني الأمانة إحنا جمهورنا هو الداعم الرئيسي للمشروع. الدليل على كلامي هذه إحنا في فترة الأزمة هذه إحنا من تقريبا شهرين إحنا وقفنا إعلانات وقفنا بوستات وقفنا منشورات نهائيا في السوشيال ميديا. حطينا كل جهودنا احنا كإدارة في تطوير الاوبريشن تطوير لوجيستكس عندنا في الشركة. عشان تغطون العدد الكبير من الطلبات. بالضبط. شنو الشيء اللي احنا شلون جانا زيادة في الطلبات؟ احنا كان ممكن نستغل الأزمة هذه نحط نترس السوشيال ميديا اعلانات ونطلع باكبر عدد ممكن من الطلبات والجمهور في المقابل، ولكن هل هذه الطلبات كلها راح تطلع صح؟ لا، راح يكون فيها اغلبها راح يكون فيها مشاكل. لهذا الشيء احنا قررنا ان احنا نركز على تطوير آلية العمل عندنا. شنو الشيء اللي خلانا ولازمنا الحين نزيد الطلبات عندنا يوم بيوم بيوم؟ شنو الشيء ان احنا تعرف طبعا في وسيله اللي هي معروفه اللي هي الورد اوف ماوث اللي هي ان انت الناس تعرفك الناس بنفسها هي اللي تعرف غيرها بالمشروع مو انت اللي تسعى لهالشيء. كل ما في ما تطلع قائمه بالمواقع الالكترونيه الخاصه بالمنتجات الالكترونيه كل ما طلعت كل ما حد سال في تويتر كل ما حد سال في انستغرام قالوا لنا نولج ستور. وهي كان التسويق الرئيسي لنا احنا خلال الفتره هذه ما كنا نزل منشورات واعلانات صح ولكن بالمقابل الناس كانت تروج لنا. وهاي الشيء اللي خلى احنا عندنا الطلبات
تضاعف 10 مرات، يعني مو مره ولا مرتين، 10 مرات. فهم انا اشوفهم هم اقوى دعم لنا. اذا في احنا نتكلم عن دعم جهات حكوميه، للامانه تواصلوا معنا بكتلميه، تواصلوا معنا، كان في نقاش على استثمار، ولكن احنا بنفسنا اللي وقفنا الموضوع، يعني ما كان من صوب بنك التنميه. احنا كاداره ارتئينا انه مو وقت، مش هذا الوقت المناسب ان احنا ندخل او ندخل معانا مستثمرين. انا اتكلم في الوقت الحالي زين، ولكن ما اعرف احنا في المستقبل شلون الوضع يصير، يعني ممكن الوضع يتغير، الوضع يكون ان شاء الله الوضع يكون غير يعني. ولكن انا اتكلم في الوقت اللي هم تواصلوا معانا فيه، ما كان احنا عندنا، ما كنا نشوف ان الوقت المناسب. قبل ما نتوجه لاسئله الجمهور، عطني شخص واحد فقط هو ورا نجاح فيصل كشخص في حياته الشخصية والعملية. شخص واحد؟ شخص واحد فقط، لا تزيد. شخص واحد. طبعاً هاي بدون يعني ما أفكر، يعني الوالدة أكيد، يعني الوالدة. الله يحفظها لك إن شاء الله. الله يحفظها. يعني الوالدة أمانة، وأنا من وأنا صغير تقول لي أنت راح يعني يوم من الأيام راح يكون عندك مشروع كبير. ودائماً كانت تقول هالشيء يعني، ولا زالت تقول هالشيء. زين؟ أنا كان عندي أكثر مشروع من قبل، زين، وتقريباً يعني في البعض اللي أنا خسرت فيه، البعض اللي وقفته من بدايته، البعض اللي وقفت ما كملت فيه، يعني كان في أكثر مشروع في الأساس. ولكن واحدة من المشاريع اللي أنا خسرت فيها وكان لازم أدفع مبلغ معين، الوالدة اللي أعطتها المبلغ، أنا ما أنسى هالشيء يعني، وأنا كنت صغير كان، فأعطتني مبلغ، قالت لي هالمبلغ زين سد اللي عليك وخلاص سكر المشروع. يعني وطبعا انا كنت ناوي اسكر المشروع، فقالت لي خلاص سكر المشروع وابدا مشروع جديد. فهي دائما كانت تشجعني، دائما هي كانت اللي مؤمنه فيني انا كشخص ان انا راح اطلع مشروع، يعني ان شاء الله يكون كبير، وان شاء الله انه نجدر في المشروع الكبير ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله في مشروعك نجدو، ومشاريع ثانيه ان شاء الله. لكن في مشروعك خسرت فيه، يعني حصلت الوالده قدامك وما قصرت معاك ودعمتك على اساس انك تكمل مشوارك في مشروع ثاني، مو بانك توقف وخلاص. طبعا يعني في تشجيع منها انك تكمل، حتى يعني خسرت تعلمت من خسارتك. انت الواد الحين تقول لي اذا انت الحين في الوقت هاي تقول لي تبي الحين اعطيك اي شيء، تحتاج اي مساعده، تحتاج دعم، كلمني على طول. فهي يعني افيلبل. لا الوالده ايجابيه ما شاء الله عليها، يعني في وايد امهات يخافون على عيالهم خصوصا اذا خسروا مبالغ كبيره خلال عمل اي مشروع لهم. لكن الافضل ان الواحد يشجع، يتعلم من خسارته، يتعلم من اخطائه، يكون له دعم معنوي، ولو حتى لو ما يكون مادي يكون معنوي، انه يشجعونه اهله الوالده وابوه انه يكمل مشواره وما يستسلم، يتعلم من اخطائه. انزين الحين يصير لنا خلنا اول شيء قبل ما نروح لاسئله الجمهور نعلن عن الفائز في مسابقه الاسبوع الماضي لسؤال ما هي مراحل اداره المشروع؟ والجواب الصحيح هو مرحله التاسيس، مرحله التخطيط، مرحله التنفيذ، مرحله المراقبه والتحكم، ومرحله انهاء المشروع. نبارك للفائز حمزه الشيخ عباس، وسيتم التواصل معه من قبل اداره البرنامج لاستلام جائزته قيمة 1000 ريال قطري. والحين نبدأ مع أسئلة الجمهور. أخوي فيصل ولي. بسم الله. لماذا الأجهزة المعروضة محدودة وغير متنوعة؟ هذا السؤال من أحد المتابعين معنا في زوم. زين احنا محدودة، يعني ليش محدد الأجهزة عندك؟ صح، ليش مو متنوعة؟ صح كلامه. شوف بسبب واحد، احنا شوف احنا محمد، انا لو انا ابي بكره يكون عندي في الموقع عندي، انا لو انا ابي بكره يكون عندي 10000 منتج، انا اقدر اضيف 10000 منتج بكره زين. ولكن بالمقابل شلون انا اقدر يعني اخدم الجمهور بهال 10000 منتج؟ احنا عندنا اليه اول شيء لعرض المنتجات. احنا المنتج يمر بمراحل كثيره، احنا دائما جينا شركات بمنتجات ب 50 منتج، في منتج نختار منها 10 15 منتج بس، لان احنا دائما ننتقي المنتجات اللي احنا نشوفها اللي راح تناسب جمهورنا. هاي رقم واحد. رقم اثنين، احنا مو هدفنا زياده منتجات على كثر ما هو هدفنا ان احنا نزيد منتجات بشكل صح،
عرفت؟ يعني أعطيك مثال. في جمهور ثاني يحتاج منتجات نوع ثاني أو ممكن أقل جودة. أعطيك مثال. إحنا الحين أنا أقدر أعرض مثلاً 10 ستاندات، ستاندات جوال مثلاً، هاي الستاند هذه مثلاً، ها أنا أقدر أحط هاي الستاند، وأقدر أحط ستاند مثلاً يتحرك من هني، أقدر أحط أكثر من نوع من الستاندات. ولكن أنا شو أسوي؟ بيكون نفس الاستخدام بالضبط، نفس الاستخدام بالضبط، ولكن ماركة ثانية شكل غير كذي. ولكن شو نسوي إحنا؟ إحنا دائما نختار مثلاً إذا هالستاند هذي يفي بالغرض زين، خلاص أنا أجيب منه واحد بس، ما أحط من نفس الستاند 10 أو 5، معنى أنا أقدر أسوي هالشيء. فيصير أنا عندي منتج واحد، خيار واحد للجمهور زين، إن هذا أفضل المتاح، أخذ هذا المنتج وتمغمض عينك لا تفكر، عرفت؟ ولكن أنا إذا أنا عطيت الجمهور أكثر من خيار وكلهم نفس الشيء، ممكن يعني يتحير بينهم. فأنا جمهورنا إحنا يعرفنا، إحنا دائما نحط المنتجات اللي هي الأفضل، خلاص يعني هي نقطة السطر، يعني هاي دائما إنك جبت هذا الستاند أخذه لأن هذا أفضل ستاند موجود. هاي بعد ما إحنا جربنا أكثر من ستاند أساسا، فإحنا مش هدفنا الكمية كثر ما هي كفاءة المنتجات وجودتها في الموقع. أنا لاحظت وراك في استوديو صغير وراك، يعني بين من الإزاز اللي ورا أو من الريش. نعم. شنو أنت قاعد في المكتب ولا وين قاعد بالضبط؟ الله يسلمك، أنا قاعد في المكتب. زين، هاي الله يسلمك، تتابعني على انستغرام محمد؟ يعني ما والله ما عندي وقت أتابعك بس ما تابع. يمكن بعض المتابعين يشوفون إحنا نحط ستوري، دائما أصور أنا ستوريات. لو تشوف محمد، هاي المكان اللي أنا دائما أصور فيه. هني أنت تصور حق المنتجات اللي عندك في الشركة؟ إيه، هني أصور أنا عندي في المكتب. يعني هني تعطي شروحات يعني من خلال حسابك الخاص. بالضبط، مو حساب الخاص، أنا أتكلم عن حساب نوجة ستوري. يعني إحنا شو نسوي إذا عندنا منتج مميز، إحنا نعرضه نشرحه وكذي. فالشرح هالاستديو هذي صغير يعني على قدي. حلو. في سؤال ثاني من أحد المتابعين، هل في خطط توسعية خارج قطر؟ خطط توسعية خارج قطر طبعاً هاي يعني شوف محمد، إحنا بعطيك إياها من الآخر زين. إحنا أساساً أوكي، إحنا الهدف الرئيسي حالياً إن إحنا تقدر تقول نتمكن من السوق القطري. بمجرد ما احنا نتمكن من السوق القطري، نقدر احنا نوفي السوق القطري بكل احتياجاته من ناحيتنا احنا كمجسر، وكن حققنا اغلب اهدافنا. اول خطوه راح تصير ان احنا نتوسع خارجيا، ولكن احنا ما نبي نتوسع خارجيا الا بعد ما احنا نكتفي او ان احنا يعني نتمكن من السوق القطري. طبعا احنا جاتنا عروض كثيره من برا، من دول خليجية وكذي، إن إحنا تعالوا افتحوا عندنا وكذي، ولكن إحنا دائما إحنا نأخذ الأمور بروية أكثر. الفكرة شنو الفكرة؟ الفكرة إن أفضل إن يكون الموضوع يكون حبب يعني يمشي بخطوات معينة بسلاسة، بحيث إن إحنا في الأخير ما ندخل طوفة أو ندخل مثلا نسوي شيء خطوة ما تكون مدروسة. فإحنا دائما إحنا بنا طويل كشركة، بنا جدا طويل. الصبر موجود عندنا الحمد لله، رب لك الحمد. فاحنا مو مستعدين على اي شيء، ماخذين الامور بهداوه، وان شاء الله انه يكون في توسع خارجي. ازمه كورونا كيف اثرت في نولوجي ستور وكيف تعاملتوا معها؟ طبعا اعتقد ان جاوبت عليها، لكن هاي سؤال بعد مكرر من احد المتابعين. زين، والله ازمه كورونا تعبتنا محمد الصراحه بشكل ايجابي، تعبتنا بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. يعني شوف، من أول ما بدأت أزمة كورونا، يعني مثل ما قلت لك، أنا بيوم وليلة تضاعفت الطلبات عندنا 10 أضعاف. صار في تقدر تقول صدمة للشركة، يعني إحنا شو نسوي، شلون نتعامل. تعاملنا معاها في البداية بالمستطاع، باللي نقدر عليه. زدنا عدد الموظفين، زدنا عدد الموظفين 9 أشخاص، يعني 9 موظفين جدد انضموا للفريق عندنا، فقط لأن يعني فقط لعساس إن إحنا نقدر نلبي عدد الطلبات الزايدة عندنا.
طبني عدد الموظفين في الكول سنتر في خدمة العملاء في يعني نظمنا العملية الداخلية في الشركة أكثر، فصلنا بعض الأمور يعني في بعض الأشخاص كانوا يسوون مثلا أكثر من شغلة بنفس الوقت لأنهم لا يحددناهم بشغلة معينة على أساس أن تزيد كفاءتهم في الشغل، فنظمنا العملية الداخلية أكثر يعني لأن أنت الحين صار عندك بعد عدد أكبر من التوصيل فأنت محتاج سواقين أكثر توصل فيه الطلبات. لهذا الشيء لهذا الشيء احنا سوينا جبنا برامج جديده ربطناها بالموقع بحيث ان احنا نقدر نتابع مثلا الطلبات وغيرها، فصارت في اشياء كثيره ما راح اقدر انا اذكرها لك الحين كلها ولكن اقدر اقول اثرت علينا بشكل ايجابي يعني واحنا قاعد الى الان قاعدين نتعلم يعني الى هاللحظه اللي قاعد اكمل فيها قاعدين نتعلم من ال شو اقول لك يعني من كل في خطأ معين نتعلم منه نغير نعدل نصلح إلى أن نطلع إحنا بالصورة الممتازة اللي إحنا نصلح إن شاء الله. الحمد لله هاي كله بفضل من الله. أولا ذكرتني لما صارت الأزمة أزمة الحصار كيف واجهنا كلنا كشعب وكحكومة الحصار فتغلبنا عليها الحين الحمد لله يعني، وعندنا الحين خبرة أكثر بعد ما تعلمنا من الحصار في أزمة كورونا. صار الموضوع عندنا مو بان هي ازمه صح، لكن صار موضوع ايجابي نستغلها كايجابيه نوفر ونصنع ما نوقف من التطوير والتطوير والانتاج من خلال توفير افضل خدمات للجمهور افضل خدمات للمجتمع من تصنيع الجهاز الخاص بالتنفس الصناعي. فالحمد لله يعني أي أزمة تصير لازم يكون فيها شغلة إيجابية ولازم نستغلها بدل ما تكون بدل ما نستسلم لها نستغلها لمصلحة المجتمع. فأنت ذكرتني يعني أن أنت مثل ما سويت يعني اللي صادكم هو اللي واجه الشعب القطري هو اللي واجه الحكومة خلال الحصار نفس الشيء في أزمة كورونا. جزاك الله خير أخي فيصل. بغيت أذكر أو بغيت قبل ما نكمل أسئلة الجمهور نذكر الجمهور بسؤال حلقة اليوم. إن شاء الله راح يكون السؤال موجود عندنا في شات زوم وأيضا متوفر في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكتارة. السؤال هو: يعرف مدير المشروع كجزء من عملية تخطيط المشروع أو تطوير ميثاق المشروع أو تخطيط نطاق الأعمال أو عملية اختيار المشروع؟ عملية اختيار المشروع. لا تنسون تجاوبون على السؤال. آخر موعد لتلقي الأجوبة هو الساعة 10 مساء يوم الخميس غدا إن شاء الله، وراح نعلن عن الفائز في الأسبوع القادم بإذن الله. نرجع حق أسئلة الجمهور أخي فيصل. هل تنصح باستخدام بربير كارد الخاص بالدفع؟ أو هل موقعكم يدعم البربير كارد للدفع؟ البربير كارد مقصود فيها الديبت كارد اللي هي مالت البنك؟ ولا الديبت كارد وفي بعد بطاقه اللي يعبونها في البنك حق الشراء الالكتروني عن طريق المواقع الالكترونيه. زين حاليا انا اتكلم في الوقت الحالي لا ما ندعم حاليا الموقع. زين اذا يسالون عن موقع نمد ستور، ولكن اذا نصيحه انه ينصح انه تستخدم نعم انها تستخدم بقوه، لان احنا انا كنمد ستور راح نوفر خدمه قريب يعني ان شاء الله، لان في وايد ناس ما عندهم بطاقات فعندهم هاي البري بيد كارد مصرف ريال وكذي ما يقدرون يشترون عندنا. فقاعدين احنا نخسر عملاء بالطريقه هذه بدل ما احنا نكسب. انت كل ما وفرت وسائل دفع اكثر كل ما كان افضل. هاي باختصار يعني. وفي بعد سؤال اعتقد على تطبيق عندكم تطبيق الكتروني او تطبيق حق الجوال صح؟ اي نعم. يسالك طريقه العرض في التطبيق، تعرض اصناف محدده يعني اعتقد لما ندخل على التطبيق انا ما نزلته صراحه، لكن لما ادخل على الموقع دائما استخدم الموقع الالكتروني، لكن لما ننزل التطبيق راح يعطينا بس منتجات محدده او خيارات محدده ليش غير عن الموقع؟ لا بالعكس شو اسمه الموقع نفسه اللي موجود يعني اللي موجود بالتطبيق نفسه اللي موجود في الموقع، يعني احنا التطبيق مربوط بالموقع 100%، فاي شيء موجود عندك في التطبيق هو نفس اللي موجود في الموقع. فإذا كان في نقص مثلا منتجات ما كانت موجودة ممكن يكون في خلل يعني، فعلى طول يعني أعطونا هالمشكلة. أنا راح أشيك بعد اللقاء بشوف يعني بتأكد من الموضوع. المفروض أن كل المنتجات اللي موجودة على الموقع هذا شيء مهم، لأن الحين منافسين في الموضوع ترى طبعاً. ما أدري إذا في سؤال يخص المنافسين في قطر، هل أنت تعرف المنافسين تعرفهم شخصياً؟ هل
تواصلت معاهم؟ هل بينكم تعاون او بس من بعيد لبعيد؟ اذا تشوف المنافسين الله يسلمك يعني والله محمد تشوف في منافسين احنا نشتغل معاهم يعني مع بعض كلوز، في منافسين لا، في منافسين احنا يشوفونا كاعداء يعني ما اعرف ليش، ولكن يشوفونا دكتور كهاي عدو لازم احنا نتخلص منه كذي يعني بالحرف الوردي يعني مثلا يعني والله يعني مثلا احنا نجيب منتج ينجح يجيب المنتج نفسه ويعرضه بسعر ارخص، او انه يحاول يضربك بطريقه او اخرى يعني كل ما احنا سوينا شيء يقلده. احنا محمد احنا بالنسبه لنا المنافسين احنا فقط يعني نتابعهم فقط لمعرفه، لان احنا لازم نتابع المنافس، ولكن احنا فعليا ترى المنافس احنا ننافس نفسنا اساسا يعني احنا انا كنوز ستور انا انافس نفسي، ودائما ما دائما طموحي اعلى من ما انافس انا شركات محليه، انا دائما اشوف او اراقب الشركات الخارجيه اكثر، لان انا طموحي اطلع خارج اطلع برا، فما انا اجي اطلع برا اكون جاهز لهم اساسا. يعني عندك طموح انك تطلع برا قطر، انك تحول الشركه من شركه محليه لعالميه؟ طبعا طبعا طبعا. فالفكره شنو؟ الفكره انا لما اسوي اي خدمه واقدم اي منتج جديد انا اقوم فيه بنفسي، انا اروح ابحث بنفسي، مو انا اتكلم شخصيا كفيصل، اتكلم كشركه لان احنا نسوي كثير، ندور نحاول نطلع حلول، نشوف شنو ممكن شنو الافضل في السوق، نسوي سوينا موقع راح المنافس الفلاني سوى موقع، سوينا تطبيق راح يبي يسوي تطبيق، سوينا بطاقه الكترونيه توصيل فوري يبي يسوي بطاقه بيست. احنا الحمد لله بهالنوع، احنا طبعا طلع قدام هم لان هم ورانا في طلعونا احنا، فهم دائما يقلدوننا احنا. الفكره شنو؟ الفكره ان انا لو انا في عندي شركات صغيره، لان انا عندي منتجات انا وكيله، ففي وايد انا اعطي المنتجات هذه اعطيها للشركات هذه. انا لو اني همي انا اني انا انافس واضرب الشركات الموجوده المنافسين كنت ما اعطيت اي احد منهم منتجات، ولكن هاي كلش نهائيا مو هدفنا. دائما احنا يعني دائما نحب نشتغل مع المنافسين بدل ما احنا نشتغل ضدهم من الاخر يعني. بس هو مو بغرض اذا خذوا نسخه وحبوا يعملون كوبي من عندك، لكن يطورونه بطريقتهم، هو هذا الافضل شيء يعني. الناس تقلد بعض، لكن الواحد اخذ لازم يحط فيها شيء يميزه، مثل أكيد. ما سويت النولوجي ستور حطيتوا شيء يميزكم، ان اي منتج عندكم لازم تشيكون عليه تتاكدون من جودته، وما تختارون اي شيء، لازم اشياء يعني تعيش مع تكون احسن وافضل او افضل الاشياء عندكم تخص التقنيه، بعد ما جربتوها تأكدتوا منها توفرونها عن طريق النولوجي ستور. ما توفرون اي شيء عادي، أي يعني بس ما قلت توفر 1000 منتج 2000 منتج، الموضوع مو بالعدد، الموضوع بالنوعيه المنتج اللي عندك اللي راح تقدمه عن طريق النولوجي ستور، فهاي شيء يميز. فانا والله عشان انا دائما يعني انا في بعض الاحيان بعض المنافسين ينسخون افكارنا زين، فاحنا دائما نشوف انه والله كيفهم هاي شيء يرجع لهم الاخير. احنا دائما عندنا شيء جديد يعني، انت الحين بتنسخ مثلا خدمه من عندي، انا بكره بطلع لك خدمتين زياده، انا عندي 4 خدمات جديده جايه في الطريق يعني، انا ما راح اتعطل، انت اصلا اساسا ما راح تلحق تنسخ كل شيء عندي يعني. فالافضل دائما يعني نصيحه للمنافسين يرتاحون لا ينسخون كل شيء. اي لا ان اخي شيء حلو ان انت تبتكر شيء بنفسك يعني، صح عرفت؟ وهاي شيء انا صح الجمهور، ان انت اذا عندك منافس لا تروح تنسخه، عطى تشوف اللي عنده، تشوف الشيء اللي اذا شيء عنده ممتاز جيد طور منه وقدمه بشكل جديد. صحيح. في سؤال بعد، كيف تقسم وقتك بين حياتك الشخصيه وحياتك العمليه، وكيف ترتب وقتك اذا فتحت مشروع؟ كيف دائما الناس مشغوله، دائما انا ما حصلك يعني، دائما انت يا اما في الشغل الصبح في العصر في مكتبك او في شركتك. والله شوف يعني شوف احيانا مو دائما، احيانا انت تحتاج انك انت تعطي عندك اولويات. انا شوف انا نظام بالطريقه هذه، انا عندي اولويات زين، عندي اولويات معينه حاطها عندي، هالاولويات تتغير على حسب الوقت والظروف يعني. هالاولويه مثلا احيانا العائله عندي تكون هي الاولويه رقم واحد، فانا اسحب على الشركه، اسحب على دوامي، اسحب على كل شيء، تكون عندي الاولويه هي العائله مثلا. احيانا تكون الشركه هي اولويتي،
بدون ما راح الف ودور معاك الحين مثلا في هالوقت هذه انا اشوف الاولويه عندي حاليا شركتي. فاعطيها اولويتي ان انا مثلا اعدل مشاكلها واضبط امورها بحيث ان انا واخواني الشركه بحيث ان نقدر احنا نرتاح في بعد الازمه هذه. مثلا نعطيك مثال، انا اشتغل في وزاره التجاره والصناعه زين، فبدايه ازمه كورونا كانت الوزاره والشغل الوزاره هي الاولويه بالنسبه لي زين في بدايه الازمه. طبعا الى هاللحظه طبعا اكيد اولويه. بدايه فتره الحصار مثلا، فتره الحصار كانت اكبر اولويه بالنسبه لي للوزاره. كنا يعني انا لدرجه ان يعني الشركه ما كنت اهتم فيها نهائيا في الفتره هذه. احيانا انا مثلا في الجامعه احيانا تكون في فتره تسليمات ماستر، في تسليمات بحوث ما بحوث وكذي، فاحيانا هاي في هالوقت هذه تصير الجامعه هي اولويتي في الفتره هذه. في الايام العاديه يصير في تقسيم للعمل، يصير تقسيم للجدول اليومي على حسب يعني على هالامور كلها. في الختام اخوي فيصل، بماذا تنصح المتابعين قبل بدء اي مشروع خصوصا لو كان مشروع تقني؟ انصح شنو انصح زين خصوصا والله لو انا مشروع اخوي يعني حط تحت خط مشروع تقني، مشروع تقني كان مشروع تقني، اهم نصيحه انه ممكن اوجهها ان يكون هالمشروع، يكون مشروع هذي مشروع راح يضيف على الناس ويكون يغطي عيب او يغطي مشكله في المجتمع او يغطي جانب معين ما في شركه قاعده توفر هالشيء زين. انا اعطيك مثال، مثال يعني على هذا الشيء، مثلا اوبر غطى مشكله التوصيل، اوبر وكريم وغيرها من الشركات. احنا كنرجس تور لما حسونا خدمه الصيانه احنا غطينا مشكله كبيره ان الفني ما يدخل البيت، احنا غطينا مشكله موجوده حليناها بهاي المنتج او هاي الخدمه، عرفت؟ طبعا هاي شيء لكل المشاريع هذه، لكل المشاريع وخصوصا المشاريع التقنيه، لان المشاريع التقنيه هي اكثر من الافكار او المشاريع او القطاعات اللي فيها ابتكار وفيها نوع من التجديد يعني. فدائما دائما يكون هذا الشيء اساسي في المشروع، انه والله انا بسوي مشروع يكون له فائده. اما مشروع يكون فقط لاني انا ابي اسوي مشروع، عيد افكارك، اقعد مع نفسك من جديد وحاول تطلع بفكره تفيد فيها المجتمع عندك، خصوصا احنا عندنا مثلا في قطر حاليا في الازمه هذه مثلا طلعت عندك وايد افكار مشاريع ممكن حد يسويها يفيد فيها بلاده، يفيد فيها نفسه وغيرها يعني. جزاك الله خير اخوي فيصل، والله استفدنا منك ومن خبراتك في خلال القائك لفكرة مشروع انرجي ستور، وشون بدأت فيها من منصة خاصة في التواصل الاجتماعي لرد على استفسارات الجمهور، لتوفير أخبار التقنية الخاصة بالأجهزة التقنية الخاصة اللي راح تخدم المجتمع وتخدم الجمهور، لما وصلت بفكرة انرجي ستور. نشكر الأخ فيصل الهيثمي، والشكر أيضا لجميع من حضر اليوم، ونلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد مع ضيف آخر وقصة نجاح أخرى، وفي انتظار مشاركتكم واقتراحاتكم على هاشتاغ فكرة ومشروع. ما تنسون تجاوبون على سؤال حلقة اليوم، علما أن آخر موعد لتلقي الأجوبة هو الساعة 10 مساء غدا الخميس، وراح نعلن عن الفائز في الأسبوع القادم بإذن الله. في أمان الله.